حقوق الإنسان بين الشريعة الإسلامية والمواثيق الدولية. موضوع حقوق الإنسان بين الشريعة الإسلامية والمواثيق الدولية. التمهيد نقول أهمية الموضوع في التمهيد، علاش هذا الموضوع بالذات؟ طبعا بالتنسيق مع أخي الفاضل سي موسى وصلنا بهذا الموضوع مهم. علاش مهم؟ لأن عنده علاقة مباشرة بالإنسان كإنسان. لا تريما دي دويثا دي سايشي ماثك صداس إزر فانيس دروايس لا شريوغا أذيوغا دوايا أذي فاق سي الإطار سيديوغا دوايا صافي نتا ثوثر ثيس حياته سر وجوده مدى تمتعه بالحياة، كل هذه الأمور يجب أن تكون متصلة اتصال وثيقا بمدى احترام حقوقه. فإذا لم تحترم حقوقه وإذا انتهكت حقوقه بشكل أو بآخر، إما في الجانب الثقافي أو الاجتماعي أو الاقتصادي أو الفكري أو العقدي، يعني في جميع المجالات، يولي هذا الإنسان يفقد سر حياته أشين يتذرثيه والسير يزل والسير قيمة ميلة الزرفاني ضاع. هذا هو السر الأول اللي اختيار الموضوع. السر والسين الراصد لحياة البشر بجميع الأصناف صغارا كبارا رجالا نساء كيف كيف، يلاحظ بلي هناك انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان، يعني إضرار وخسار ذيك زرفان بومذان. هذه الانتهاكات إما جاية من الإنسان كما هو، إما جاية من المؤسسات أو من الأجهزة المختلفة. المهم أن حالة الانتهاك موجودة هكذا. فبالتالي إذن هذا اللي يخلينا لازم نتكلم على الموضوع باستمرار على مستوى الفرد وعلى مستوى الجماعات. هذه الأيام العالم كله كان يلاحظ مباشرة عبر تلفزيونات العالم العدوان الصارخ على إخواننا وأخواتنا في غزة الجريحة. مشكلة بكري يجي الخبار، بلك بعد ما تخلص الكرة باش يجي الخبار ضرب على المباشر. القصف سواء كان جويا أو بحريا أو بريا تلقى الصور مباشرة. وطبعا ديفا تشوفوا أيضا حالات الاحتضار، يعني تشوفوا ناس يموتوا هكذا والكاميرا تحكم فيه، معنى ما بقاش هناك شك أن هناك انتهاكات صارخة. ونفتح القوس نقول خاصة إذا تعلق الأمر بانتهاكات حقوق الإنسان المسلم، هذه كارثة كبرى. البارحة استقبلنا وفد من بريطانيا من علماء وأساتذة في العاصمة تحت إشراف السيد السفير البريطاني في الجزائر، وطبعا كان حوار شيق وربما بعد نحدثكم شوي عليه بدا مشديد ما عندوش 24 ساعة. فبالتالي حوار حضاري راقي، ناقشنا القضايا كما هي بدون مجاملات وبدون أي شيء، يعني الأقنعة كلها سقطت. أمامنا وضع أنت إنسان وأنا إنسان، أنت صاحب حضارة ونحن أصحاب حضارة، أنتم لكم دين ونحن لنا دين بجميع المقاييس النقلية والعقلية الأخلاقية الفلسفية، تعالوا نناقش وضعنا الآن. ومما قلته في اللحظة هذيك ناس كما قال الشاعر زمان، قال قصيدة باش يتكلم على هذا الكيل بمكيالين، يقول قتل شخص واحد جريمة لا تغتفر، وقتل شعب آمن مسألة فيها نظر. ما إلا يون سيكسن يون كان يموت أتفض كرواه روحه ولا عجبه، ما إلا الشعب كامل الشعب كامل لا تكفوا لا تمحون إلى آخره. ثمسة جنوالي أن النجمة عن ولي مجلس الأمن الشرعي خذاب لوني هيئة الأمم النجمة، والأمر واضح لا يحتاج لا إلى قمة ولكن يحتاج إلى همة، يحتاج إلى 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 الشعور بهذه الإنسانية. لماليزم كنت كلموا على الإنسانية بكري قالها مالك حداد، قالك سي فاسيل دو ترنوم، وإن كان حتى هذا سي ديفيسيل خاطر كيقول في ميزان الرجولة حاجة أخرى إنيك، ولكن سي ديفيسيل دو ترنوم إي سي سا ليسونسيال.
من السهل جدا ان تصبح رجلا بحكم التكوين البيولوجي، ولكن من الصعب جدا ان تصبح انسانا، وهذا هو المهم. ساعود الى الموضوع بعد حين. المهم اذا درك بيت اهميه الموضوع، درك ندخل في النقطه الاولى اولا، ثانيا خاتمه، هذا ما كان نعطيو المجال للحوار. اولا تكلموا على حقوق الانسان في الاسلام، ماذا بالاسلام نتاع ربي سبحانه يقول لك في الدارجه اللي خلق ما يضيع. حقوق الانسان في الاسلام عندها فلسفه، الف فلسفه حقوق الانسان في الاسلام. فلسفه حقوق الانسان في الاسلام مبنيه على امر العقيده، على عقيده التوحيد. هذا كلام مختصر وخير الكلام ما قل ودل. ما معنى هذا؟ معناه ان حقوق الانسان يفنت سيدي ربي في عقيده التوحيد. اكل لو منصى ربي يغدي في كل حقوق، بيسك لو منصى ربي فهمتي اللي غادي خلقه يهكا يغدا واش من الحوايج يدونيس يعني غدا المنهج هيا الكون لاستقبالنا. يا اخي حنا كيجيك الضيف يا اخي تستقبله، تسبق للصالون تسقي مالك والدعوه هذا هو. والاخوه هنا في المركز قبل ما نجيو داروا كاع تعديلات استقبال ربي سبحانه. قبل ما نجيو الدنيا استقبلنا، واولا فصل الكره الارضيه عن الكتله الشمسيه الملتهبه، غندخل نشوف الاعجاز العلمي هكذا، خاطر كانت الارض هذه متصله بالكتله الشمسيه الملتهبه. وقال ربي في القران الكريم: اولم يرى الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي. علاش قال الرتق؟ معناه الظل هكذا. وبعدين قال ففتقناهما اي فصلناهما، فصل الكره الارضيه. بعدين ذكر عنصر من عناصر الحياه وهو الماء، اليس كذلك؟ وجعلنا من الماء كل شيء حي. والماء هذا كيف نفهمه؟ ماشي غير البشر، يحتاج البشر، يحتاج الحيوان، يحتاج النبات، يحتاج بل حتى الحضارات. قيام الحضارات مبنيه معظمها على الماء. شوفوا حياه حضاره ما بين النهرين، حضاره الرافدين، دجله والفرات، الحضاره الفينيقيه، والحضاره الاشوريه، والحضاره البابليه، ومعظم الحضارات مبنيه على الماء. وجعلنا من الماء كل شيء حي. ربي يهكا يغيد الهواء والماء والغذاء والكساء والدواء والايواء وكل ما ينتهي بالهمزه هكذا. فهمتوا يا جماعه الخير؟ الرساله وصلت، الاس ام اس وصل. طيب صافي ربي سبحانه يهكا يغيد ان بري ان يود هذا المنهج. الى قد المنهج يجب ان نعيش فوق هذه الارض لكي نعيش في سلام ووئام ومحبه واخوه ووحده وتحترم حقوقنا المختلفه. يجب ان نسير وفق منهج ذكره القران في سوره الجاثيه الايه 18، يقول: ثم جعلناك على شريعه من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون. يكفى والو هسا الشقاع غدا بالشقاع سقم زوال الميزان قالوا اش دينا ربي سبحانه؟ إن أسلم نصر بي ونرساش لك، خاطر عقيدة التوحيد نركز عليها هي الأساس، أساس صحة المنهج وسلامة المنهج. يمدنا ربي في سورة الأنبياء الآية 25: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. أم بعد راح سورة أخرى ونتكلم على آخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أجمل هدايا رب العزة أنه بعث الرسل أرباب الرسالات وأصحاب النبوة بنا غد أفريد نجرنا غد أفريد ثم جعلناك على شريعة من أمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. النقطة الأولى ذلك. النقطة الثانية خصائص حقوق الإنسان في الإسلام، دي كاركتيرستيك أطاسي قلام باختصار. الخاصية الأولى أن حقوق الإنسان في الإسلام مصدرها القرآن والسنة. تكفر هذا يعني لي دروا بلوم غيزير فان بومدان أني سيدي سند نوفان وفاتن قوال ربي قوال النبي صلى الله عليه وسلم. مال دين ربي سبحانه: ولقد كرمنا بني آدم. ربي شرم بنادم هكا، وربي هضرت في الذكر والأنثى. وذا غير ما يغدو جعلكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لو بارام جوست ولاش ليكس الباطل نغل كل بمكيالين بلا ماكش مغادي التفاصيل هذا. وكون الحقوق المقرره في الشريعه مصدرها القران والسنه
هذا يعطي عدة ضمانات إضافية أن هذه الحقوق لا تقبل النسخ، لا تنسخ ولا تتعطل. بل ذنب ذلك في كان زلفان هذه عندما كان جلوتي المطارات أشيكس أكاد هشي يفكي كان ستاتيو العيون الحق أشي بطلت أشيكس، ولكن ماذا بضرب به يفكى أن برنسيبو تكسر يولي وايف صوف ما يشمي ومذان باش يتكسي الجناس هذا كان ما ذو الله سيدي ربي يفكى ثني نورمال هكا هذا هو غسل النظام. ضمان النظام أن هذه الحقوق تسعى نوع من القدسية، لكن حاجة ساكرة إن ربي سبحانه مثلا ما ينادى ربي سبحانه ثمشيش تسعى مازال ذي نسيت هنا ولا قال كلي بون صب صب وكذا نزار ولا قاصج داخل المخام تغلق الفلاس اسفل الحصار وستك ضتج وستك الحرية تروح تشدي برا دير الخلا. الحديث انك دخلت امرأة النار فيها جريمة فيها ماشي الشعب كله محاصر كما صار في غزة الى الان. البارحة ايضا الاخوة الفلسطينيين كانوا حاضرين قالنا انك الى الان ما زلنا في حصار، الى الان ما زال اولادنا وبناتنا واهلينا تحت الانقاض الى هذه الدقيقه. كنا بدنا نتحدث عن الاعمار بعد الدمار، ولكن ضرب النقطه على الاقل الجثث اللي راهي تخرج منها الرائحه خطر صارت يعني في وضعيه يرثى لها. اذا قطه تمشيش او رميتي وداخل البخار يغلق في الناس وسيف كتج وسيف كالحريه تشري الخلا الله راه تيخلص يوم القيامه وهذيك الشيء جهنم ما لابس هكذا. الو ثم ستجي ثقل الخاصية ثم زورث الخاصية في السناف أن حقوق الإنسان في الإسلام شاملة عندها برمي لي كاركتيرستيك الإنس معناها تمتاز بالشمولية. شو معنى الشمولية؟ معناها إفكاتي ربية وكيف خلقي سون زيكسبسيون لجميع الخلق ذكورا إناثا رجالا صغارا كبارا حاضرين وغايبين. حتى الغايب عنده حرمته، لماذا حرم الإسلام الغايبة؟ لحماية حقوق الغائب ليس كذلك؟ هكذا ايضا لماذا اعطى الاسلام الحقوق للمراه باش ما يحقرهاش الراجل وعطاش اعطى علاش اعطى المراه للرجل الكبير اعطى له حرمه اعطى له قيمه؟ لانه غادي يبقى 60 مثلا المجتمع عندنا امغار سيمي تيموري سو مازال هكذا ماشي امغار يثمور فينا يتجدد فينا سيمي تيمغور يسعو مازال يسعو ستاتو سبيسيال هكا فولك خويا موسى يثدرت من ولا امغار انسن في قروس عاملين اجدين اخاليك سميت سيمغور يسعوا مازال داخل التواشوت داخل بذروب داخل تمتي ولكن يغلق المنصدارهم الساكينه تفضل نشتكي كان دور العجازه ليس كذلك؟ دور العجازه وسمى ناس الخطا ظلم وعدوانا سموهم دور رحمه ظلم وعدوانا ناس الى قصدك اسم دور رحمه اتكتب تسمى دار العقوق او دور العقوق لو كان ما صارش عقوق والله ما يكون ذو العجز ليس كذلك؟ سي لوجيك ولكن الله غالب يرزق كل شيء للمجتمع بعد الوفاة ديالنا ديال الوضعية كي نقولوا شاملة هذه هو معنى الشمولية. كاين معنى آخر للشمولية أنها تستوعب جميع الحقوق سواء كانت عقدية أو سياسية فكرية ثقافية اقتصادية اجتماعية مدنية تجارية إلى آخره يعني دون مانيير جلوبال يكوي زرفان بومذا نري حويجا وكذي الدومين مرة يفكثت فهذا كاكا دي تيورينا دي الراجل كان بشكل عام. ثم الخاصية الثالثة ما هي؟ أن حقوق الإنسان في الإسلام تمتاز بالنسبية معنى مش مطلقة ليست مطلقة ما كاينش حق مطلق كل حاجة يسعى القيود ينس ما إلا لا دروا يسعى القيود ماشي معناه يس نقض الحقوق لا بالعكس تنظيم الحقوق أليس كذلك؟ لو كان ذي حق مطلق أبسوليو بلا حدود صدري ولا ذي خدمة ذي السلوك ذي المجتمع أشين كين مثلا حرية التعبير قلت لا ياك الصحافة مسؤولين في الناس حرية التعبير ليبرتي ديكسبريسيون ولكن سمحي لا تي ليميت اسكو يسعى الحقيقي جورناليست ادي يكتب فيوث سي كومس فيو ديوان ادي يكتب اش يفرا اتي دي سي بدينيه المسلاي وكذا لا خطر عندك حق التعبير ولكن تعبر عما هو كائن خذ الخبر من مصدره نقطه الى السطر
وهذه الاحترافية في عالم الإعلام والصحافة. أما يوم كان كبيبري أبيبري هذه الحالة التعبير ماشي كان للصحافة ولا في مغار اللي ثبت خدمة التير من الدلاجة لا إيه سوق بالكور ويلا سعدين تأسمس في مغار يستوفن سواقيف هنا غاثا زار شو مران زار الفلان تلقى شو الخدم الفلاني الفلان تلقى ثبرا زار شو ثبرا أسبتوا لي زاناليز ثبرا للأسباب الأتية دو بوان أتفو أدي للعجب أليس كذلك؟ من بعد وين يزنزل وين يغن وين يموت زرات وكالة الألباء هناك عجائز نقدر نسميهم وكالة الألباء متخصصة في صناعة الخبر وصناعة الأحداث ونقلها أسرع من الأس إم إس تاعكم. إذن القضية كلها أنا يمكن نتكلموا عن نسبية معنى ما كاينش حاجة مطلقة. مرة واحد مريح مع مجموعة واحد منهم سمح لي أخويا موسي يخدم الجهاز تاعي يخدم كيف يخدم فاس يفتح فاس يحوز عندك الزكاة. الناس تعرفها ما معنى الحرية. الناس حرية يدك تنتهي حيث تبدأ حرية وجهي. سكت ريت. حرية يدك تحرك كما تشاء ولكن ماهوش في جميع الاتجاهات وكما تشاء لا تمس الاخرين سيكيد ليميت الفرونتيير الناس حرية يدك تنتهي حيث تبدا حرية وجهي انا وجهي من حريتي ان يكون سليما اليس كذلك هكذا اذا هذه نسبية اعطيكم مثال كونكريت حق الملكية مثال حق الملكية مقيد في أصل التملك وبعد التملك وبعد وفي نهاية التملك روازيتاب يعني قبل التملك ممنوع التملك إلا من مصادر المشروع يعني يجي واحد يدخل يقول أنا حقي في الحرية التملك أنا حبيت نملك نولي ملياردير في تيزي وزو قل نعم حقك يقول لكن حبيت نولي ملياردير بالرشوة قل لا يقول بالريبة يقول لا يقول بالسرقة يقول لا وهكذا شرع يقول ماشي أنا كل حاجة عندها حكم أنتردي 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 يقول يا ملك كيفاش نولي ملياردير نقولوا بات بروبلام تولي ملياردير مليونير بالخدمة العمل سواء كان ذهنيا أو عضليا أخدم كاين ربي استذيه كيفاش قاسي القبائل الناس وين يفغن وين يفغان اذيك سكسوس وذي الى قد شفتي ذي باش اسيني بدنا سيدي هذا وين يفغان اذيك سكسوس وذي الى قد شفتي ذي واسيني بدنا سيدي بمعنى اللي بغى ياكل طعام بالزبده الله يا ربي الله تاع الصحه ماشي كيما المكان تاعو كان بيبري بيتزا قاعد المهم دا والو بيتزا غير الطعام سويدين على فكره نروحو نطلعو نهبطو نروحو حتى لتجديث انا ولا نسي الصح زيشات تشرب شويه الزيت الله يبارك الخير ربح بس محاضره في الموضوع هاكي هضرت في الزيت وكان تقديم الله الى هيك الساعه 93 سنه بيسك تشرب الزيت والسنه الطبيب والحوايج في السنه إنك رئيس نقر لمدسن تو فابيا إنك سير أول توربو أذي لي عين حمامة ديوالي ريتور إنك لا شو تشرب الصوت شيغ الزيت كل شيء ناتوريل فعلقت على الأمر ناس كني أعلمنا حربا على الطبيعة فغلبتنا ليدي رجل على ناتور الله غيره اللي خسر إذا أردنا أن ننتصر يجب أن نعيش في حالة من التناغم والانسجام مع الطبيعة في جميع جزئياتها وتفاصيلها وكلياتها. إذا نعود للموضوع نقول صافي وين يبغى يسكسوس وذي نكمل الشرح بمثلني إلى قد شفتي ذي معناتها يقدر يخدم في ذي العرق زيد وسيلين بدنا سيدي من القيمة تاعو داخل المجتمع كيكون خدام أما كيكون فنيان يصول ويجول ما ينفع طيب من ذلك خان أنا غالا نهضر تيرا تيرا كي يكون واحد الشومور داخل الدار يحق روح حتى بابا هو يبيع حق روح صح ولا ماشي صح أو كيف راك داخل خارج يركز بك يشبه ناخد من الشيري طرحسيون سي داخل سي برا وثي كل مسكين كاع ما نسي غالحوث من قارة ولا الحراك
الوغ ابري صافي بعد التملك بعد كاين طبعا مصادر حال اخرى، كاين الميراث اذا كان باباه مات خلال الميراث، اذا كان وصيه، اذا كان هبه، يعني كاين مصادر مشروعه كاين مصادر غير مشروعه. هذا الانسان عنده مال في يده ماهوش حر، حريه مطلقه، لازم يسير امواله وفق ما شرع الله، سيتادير ما يستخدمش المال في الدمار، لازم يستخدم المال في العمار، ما يستخدمش المال لشراء الذمم، لازم يستخدم المال لبناء الهمم، لازم ما يستخدمش المال للاستعباد باش يولي الناس يعني ديزيسكراف قدامه، لازم يستخدم المال للتحرير وهكذا. المال المال كلي علاش في الشريعه عندنا موديل مهم اسمه مقاصد الشريعه، يتكلموا عن المال، المال عصب الحياه وعصب الدعوات، عطى ربي سبحانه المال باش يجي والتسيير تاعنا يكون سليم وفق الشريعه الاسلاميه. ابري في النهايه كيموت الانسان امواله وين تروح؟ تروح الميراث، تولي اريتاج، ماشي مثلا يفضون خاطر كنت جاب بتركان كوني نخدم اكل خدمه ولا كيف يقول تما ثم طوس كساس وكساس هكا. ولكن الشرع ربي سبحانه قال بعد وفاه المورث التركة توزع وفق قواعد الشريعة المقررة في الكتاب والسنة. بون يفراوا ربي ناد يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. أون ديتاي أن تيير دو تيير سيزيان أن دومي وكذا. فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. أتونسيون دو تيير. وإن كانت واحدة فلها النصف. أبي واحد الوالدي ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. أون ديتاي راه ندرس المدارس المواريث في الجامعة في الحقوق. واش تزيد؟ حتى التركة ربي عطى لها ماشي بالتفصيل. وزاد قال لا ما تقلقوش آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. يكفى وقال ثورة أدس الشطح المواثيق الدولية. بقيت على النقطة الثانية، المواثيق الدولية أيضا اهتمت بقضايا حقوق الإنسان اهتمام بليغ بالغ حقيقة. ونعطيكم بعض الأمثلة. أولا نبدأ بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 ديسمبر 1948. علاش نركز على هذا؟ هذا الإعلان يعتبر نبراسا لجميع المواثيق الدولية على المستوى العالمي. هذه المواثيق كلها استنبطت واستنارت بما تقرر في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في لحقوق الانسان العالمي ماهوش في الاسلام. هكا استنبط في 10 ديسمبر 1948. اهم ما نجد في هذا الاعلان نجد تقرير الحقوق، حقوق الانسان العقديه، حريه الاعتقاد. واش قلنا في الشريعه راه موجود، المواثيق الدوليه اكدت ما ورد في الاسلام من تقرير حريه الاعتقاد، ولكن في جزء دون جزء. حنا كنرجعوا الى قوله تعالى لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. هما طبقوا غير لا اكراه في الدين ما كملوش الجزء الثاني وهو الخطا. هو الخطا مفهوم اش معناتها. وبعدين البارح تناقشت مع البريطانيين نحكي لكم في خاتمه الحديث طالب من ضمن نقاط تناقشنا هذه. قلت تحبون تعاون ما كاش مشكله في اي مستوى تريدون نتعاون في اطار التبادل الحضاري الثقافي، ولكن نخليو عقولنا تشتغل والشيء اللي نتفاهموا عليه نوثقه ولا خلاف بيني وبينكم. اذا حكمنا العقل واذا حكمنا النقل ايضا، حتى النقل الصحيح عندكم سواء في التوراه او في الانجيل كما ساحدثكم بعد حين. المهم اذا الحقوق العقديه موجوده، الحقوق الفكريه موجوده، الحقوق الثقافية من حرية التفكير وحرية التعبير وحرية التحرير، كل أنواع الحرية هذه مقررة، وكذلك الحقوق الاقتصادية والحقوق الاجتماعية، وهذه مفصلة في العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الصادر أيضا عن الأمم المتحدة في 1966.
وكذلك الحقوق الاجتماعية والثقافية موجودة في الإعلان العالمي وفصلت في العهد الدولي أيضا الصادر على الأمم المتحدة في 1966. إذن الحقوق كلها مقررة في المواثيق الدولية. نروح كاين مواثيق وإعلانات أخرى خاصة بالمرأة كما مثلا تاع 65 تاع 66 تاع 79، يعني كاين اتفاقيات خاصة بالمرأة، يعني مواثيق خاصة بالمرأة، لأن المرأة مهومة الحقوق في البلدان الغربية، مهومة جدا، يمتش الحقيسي رفس الباطل ذا القرآن، ولكن بعد مع الكفاح المالي الذي قادته النساء في العالم، وتوج هذا النضال العالمي الكبير من قبل النساء بتقرير أو باعتماد 8 مارس كيوم عالمي للمرأة، ليس كذلك؟ هذا التتويج بعد المجهود نوخلت سوغنت خدمت لي مارش وكذا الى اخره، خدمت تسنيه تمطوط يعني اليوم العالمي للمراه في 8 مارس في كوبنهاغن في الدنمارك. اذا يا جماعه الخير هكذا حقوق النساء المقرره في هذا الباب، سواء حقوق في المجال التربوي حقها في التربيه حقها في التعليم، خاطر هناك نساء كثر كثيرات اللي حرمنا من حقهن في التعليم، وكذلك المساواه مع الرجال، وطبعا هناك في تفاصيل مساواة في جميع الأمور أسيدي بافا إلى آخره. وكان نوع آخر من الحقوق خاصة بالطفولة، الطفولة يعني أيضا كان إعلان خاص بالطفولة. نعطي على سبيل المثال الإعلان اللي صدر في 1989 نركز عليه، هذا خاص بالطفولة، إعلان خاص بالطفولة في 1989، وقد دخل حيز التنفيذ على المستوى الدولي في 1990، وصدقت عليه الجزائر في 1992، معنى بلغة القانون دخل في النظام القانوني الجزائري، معنى القاضي الجزائري مجبر بتطبيق مقتضى الاتفاقية الدولية المصادقة عليها طبق الدستور الجزائري، خاصة في المادة 132 من الدستور الحالي الدستور 96. صافي غادي نيغ ذاغ بما راش مشطاح سالي زيرفانس اللان الفكر ديال الاعلانات سواء حتى الحقوق التربويه نفس الحق في التعليم الحق في الرعايه في السلم وفي الحرب، اعيد في السلم وفي الحرب، ولكن لاحظنا على الهواء مباشره ابناؤنا وبناتنا في بناتنا في غزه في غزه الجريحه كيفاش الاطفال يضربون ويقصفون جوا برا بحرا امام العالم، واين هذه الاتفاقيات؟ ولكن كما قلت قبل حين قتل شخص واحد جريمة لا تغتفر، وقتل شعب آمن مسألة فيها نظر. ثم الآن نأتي الخاتمة. الخاتمة واش نقول فيها؟ نقول جملة من النقاط. النقطة الأولى الراصد لحياة البشر في عصرنا الحالي يلاحظ شرخا كبيرا صارخا بين النظري والتطبيق. لا تيوري لا براتيك. لا تيوري كل شيء سوفلا كي قاسينا عزم سوفلا يشبح يا رقم داخل مثل دغير كا اتغلظ اتفاقيات المواثيق يا حصره ولاش تمسلتي في غفلان كل شيء يرس كل شيء لها كل شيء صفرح ما شاء ولكن في الحقيقه ولاش يعني كي تشوف حياتهم ولا اتفاقيات عندي واحد الملف وسمو انتهاكات حقوق الانسان لا راه في داو والله شي تسوي غير كيطير بدل اول نشاط نخلي في فرص اخرى ان شاء الله كارتون الاجتلاف هذه المنظمات العالميه على راسها منظمه العفو الدوليه ولامنيستي انترناسيونال لو ان اس اف في كذا كي مره طفرت يعني انتهاكات حقوق الانسان شيء عجيب جدا اذا في الخاتمه الملاحظه الاولى دينيغ باللي نلاحظ شرخ كبير بين النظر والتطبيق هكذا. الأمر الثاني هناك ما يسمى بالكيل بمكيالين. أشو الناس الكيل بمكيالين؟ المعنى يسمى يلين المسكين المستضعف. الرؤية الصلاف إذا أكثر حقرت أكثر. ما ديون شوية لسوبرمان لغة الشغل ليسونس إلى نورمال إلى سوبر. وقال وحسن. باغي نحكي لكم حكاية البارح كنت في مع مجموعة من علماء بريطانيا المثقفين. درنا حوار مطول اكثر من ساعتين في الجزائر العاصمه مع السفير البريطاني وطبعا وفد محترم اعلاميين رجال علم رجال ثقافه ما شاء الله باش نقول لكم بلي هذا رجال ثقافه تكلمت مع واحد مختص في الرياضيات البارح
من بعد حدثته عن محاضرة ألقاها الشيخ مولد القاسم الله يرحمه في 1985 ببيجاية في ملتقى الفكر الإسلامي تحت عنوان بيجاية الإسلام، وطبعا كلهم يسمعوها، عندي مترجمين تما يترجموا الكلام اللي كنت نقوله، طبعا هو بالإنجليزية أنا نهضر باللغة تاعنا، إما سلاشين دو سلاشين أون. ألور ناس مولد القاسم في القاسم الله يرحمه دار محاضرة في بيجاية في 85 تحت عنوان بجاية الإسلام علمت أوروبا الرياضيات بلغة العروبة. صدقوني غير اهتز، وجدت أمامي عالما أنساب عقل قدامي اهتز. إنك أنا مختص في الرياضيات وقريت هذا الأمور، إنك اللي يقولها بوجي ناس سينا بوجي ناس بجاية في واحد زمان واحد باش يدخل بجاية لازم يدخل بلغة بلك ما تعرفوها شيء يا عبد العامدة. هكذا شاع في أوساط الناس كما الحرم ولا يشبه، اللي يدخل بجاية يتوضا ويمشي. وعيد محاضرة الشيخ مولد القاسم بجاية الإسلام علمت أوروبا الرياضيات بلغة الأوروبا. وهذا العالم في الرياضيات راه مسلم ماهوش مسيحي، مسلم، لكن كيني غريق تاريخ الرياضيات وثبت لي هذا الأمر وأعطاني أدلة كثيرة على أن أوروبا إيطاليا وغيرها استفادوا من علم الرياضيات من مدينة بيجاية. ناس لازم تعرفوا صافي يكون أصحاب حضارة سيفو ثوقا تعيش بشرب بوسان وصفر حنارة، ولكن على الأقل استعرفوا كيف استعرفوا سيغريد هونكا المستشرقة الألمانية، وهذاك النهار كانت حاضرة على فكرة في بيجاية، المستشرقة الألمانية كانت حاضرة في بيجاية معنا، وكان حاضر جارودي جارودي تسمعوا به الفيلسوف الألماني الفرنسي جارودي رويا روجي جارودي كان حاضر يومها في بجاية، يعني قبل 85 سنة مش حال سنة سي موسى 24 والله 24 أكثر من 24 سنة، وكان منكم اللي ما كاش كاع في زوزو كاع مازال ما جاش يا خويا، ولكن هذا التاريخ يجب أن يعرف أليس كذلك؟ وحتى في أثر هنا ملتقى الفكر الإسلامي في 74 كان هنا في تيزي وزو 74 قبل ما تزيدوا كاع لا بليبار في 74. فقط باش نقول يا جماعة الخير تحدثنا بلغة صريحة وتحدثنا في نقطة أخرى وهي قضية حقوق الإنسان. هذه قال يا جماعة الخير أنتم الآن راكم تنتمون إلى دولة العظمى بريطانيا دولة عظمى، ولكن أيضا في كاميرا فرصة شوية أيضا لماذا؟ كما أيضا أمريكا في يوم من الأيام أمريكا أول دولة اعترفت بأمريكا شكون؟ الجزائر أول دولة اعترفت بأمريكا. مع ما تنساوش هذا الخير، ما تنساوش هذا الفضل. ثم ربنا يقول في القرآن الكريم وتلك الأيام نداولها بين الناس، لازم يكون عندنا نوع من التعايش في قضية العقيدة وكل واحد يدبر راسه. وكان السفير بالمناسبة سعادة السفير وأشكره شكرا جزيلا كان في قمة التحضر، تعامل معنا في قمة التحضر، خاطر ربي قال لا تبخسوا الناس أشياءهم، لو سيفيزم حضارة كانت قمة، تعامل معنا هكذا، خلى العلم هو اللي يفصل في القضايا. فبالتالي إذا باش نختم هذا الملف تناقشنا أيضا في قضية أخرى لا تقل أهمية وهي قضية الجالية الإسلامية الموجودة هناك، الجالية العربية الموجودة في بريطانيا. وطبعا كما بكل وضوح اعترفنا لهم بإيجابيات المعاملات الإيجابية تجاه الجالية العربية والإسلامية في بريطانيا، ما نكرهاش، المساجد، مراكز ثقافية، الملتقيات والمنتديات، هذه كلها نعترف بذلك، ولكن كان أيضا مضايقات. وتحدثنا أيضا عن الرسوم الكاريكاتورية، وتحدثنا عن قضية غزة، يعني ناقشنا قضايا كثيرة. إذا كان جاء أي سؤال سوف أجيب عن ذلك. شكرا لحسن انتباهكم والسلام عليكم ورحمة الله.